وينضم إلينا مراسل التغيير في ذقار سلامة السرهيد. سلامة، ضعنا لربما في تفاصيل الهجوم على مقر كتائب سيد الشهداء في قضاء سوق الشيوخ هناك. نعم، تحية لكم وتحية لمشاهدي قناة التغيير الفضائية. في وقت طبعا مبكر هذا اليوم تقريبا الساعة 5 فجرا تعرض مقر أو مكتب لكتائب سيد الشهداء إحدى تشكيلات الحشد الشعبي في محافظة دقار إلى قصف طبعا بواسطة قاذفة RPG-7. هنالك طبعا بحسب الكاميرات المراقبة وبحسب المصادر الأمنية سيارة نوع تاهو لا تحمل أرقام، طبعا كان بها عدد الأشخاص 2. قاموا طبعا بقصف مقر كتائب سيد الشهداء فجر هذا اليوم طبعا، ومن ثم لاذوا بالفرار. لحد هذه اللحظة القوات الأمنية وقيادة الشرطة ذيقار شكلت غرفة عمليات وتحقيق طبعا كبير بهذا الحادث، والآن يعني تجرى التحقيقات في بالقرب من مقر الكتائب وكذلك لمعرفة تفاصيل الحادثة وكذلك التحقيق مع الأفراد المتواجدين بالمكتب، سواء كانوا تعرضوا إلى تهديد سابق أو تعرضوا إلى مشكلة أخرى وربما تكون هنالك دوافع شخصية أو غيرها. نحن طبعا الآن ننتظر طبعا المصادر الأمنية وكذلك القوات الأمنية أن تعلن تفاصيل هذا الحادث. قبل قليل أنهيت اتصالي بالقيادات الأمنية في محافظة دقار لمعرفة حيثيات الموضوع، لكنهم تحدثوا لي بأنهم لا زالوا في طور التحقيق لحد هذه اللحظة، وأنهم ينتظرون التفاصيل في الوقت المقبل لإتاحة الفرصة لضباط التحقيق لمعرفة حيثيات الموضوع. وكذلك الآن تجرى عمليات متابعة لكاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع في قضاء سوق الشيوخ لمعرفة طبعا المكان الذي اتجهت إليه هذه العجلة التي قامت طبعا برمي مقر كتائب سيد الشهداء بقاذفة RPG-7 في منطقة مهولة بالسكان وكذلك في منطقة هي بالقرب من تواجد القوات الأمنية. المواطنين المتواجدين هناك صراحة تفاجؤوا بمثل هذه العملية أن تتم في داخل منطقة سكنية وداخل منطقة يعني بالقرب منها القوات الأمنية، أن يتم هؤلاء الأشخاص يترجلوا من سيارتهم ويقوموا بقذف هذا المقر بRPG-7. طبعا الأهالي صراحة سمعوا صوت انفجار شديد جدا وبذلك يعني أثار الذعر بين الأهالي. أيضا كتائب سيد الشهداء تواصلنا مع بعض المعنيين أو المقربين منهم، هم أيضا لحد هذه اللحظة لا يعرفون ماهية الدوافع، ومنهم الأشخاص الذين قاموا برمي المقر التابع لهم. نعم، مراسل التغيير في ذقار سلامة السرهيد، شكرا جزيلا لك.